الطايره بالنادي الاهلي امبارح اسعدونا بقياده المدير الفني ابراهيم فخر الدين الفوز بلقب هنا كاس السوبر المصري بعد فوزهم على الزمالك بنتيجه 3-2. لقاء كان قوي جدا، لقاء فيه تنافسيه شديده جدا. امبارح كان على صاله اتحاد الشرطه الرياضي، كان فيه نديه واثاره كبيره فعلا بين الفريقين لكل الناس اللي تابعت. لكن كالعاده والحمد لله طبعا بالمجهود وبالشغل وبالكواليس الكتيره وبالخطه الموضوعه السليمه حسمها النادي الاهلي. يمكن احنا لو تابعنا شويه تفاصيل المباراه احنا تاخرنا في الشوط الاول، كانت النتيجه 25-22 للزمالك، بعد كده تداركنا النتيجه وفزنا بالشوطين الثاني والثالث، كانت نتيجه 25-22. لكن قدرنا الحمد لله ان احنا يعني احنا خسرنا برضو الشوط الرابع، لكن قدرنا بعد كده ان احنا الشوط الخامس نفوز ونحسم بقى هذه المباراه لصالحنا الحمد لله. يعني زي ما بتقول كده رجع الحظ تاني للنادي الاهلي وانتهى بنتيجه كانت توتال بقى 15-10، وبكده احتفظ النادي الاهلي بلقب البطوله للسنه الثانيه على التوالي. السنه اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين احنا فزنا بيها على حساب نادي الصيد، كانت برضو مباراه قويه جدا. مبروك لسيدات النادي الاهلي، واكيد ده فوز خلينا نقول بيتم اهدائه، وامبارح تم اهدائه بالفعل لروح سياده الوزير الراحل عمري فاروق اللي كان دايما داعم ليهم. ليه صور كتيره قوي يا كريم، يعني تحس قد ايه كان بيحبهم، كانهم ولاده ده حقيقي، وهم كمان مرتبطين بيه كان بشكل كبير جدا، كان دايما متواجد مع الفريق بشكل دائم ربنا يرحمه يعني. بس هنرجع تاني ونقول فوز اسعدنا كلنا كاهلاويه بجد، وكمان جمال المباراه والتفاصيل واللاعيبه الجديده تاتيانا بوكان اللي جات لنا كصفقه اخيره برده كان ليها روح. امبارح الناس كلها علقت على الاداء بتاعها يا كريم، قال لك دي كانها واحده من يعني كانها واحده من بنات النادي الاهلي، بقى لها مثلا من ساعه ما كانت ناشئين في النادي الاهلي. لا هي جايه لنا من مونتينيجرو صفقه جديده، والكلام ده كان يا كريم شهر 9 اللي فات. مزبوط. يعني مزبوط. كام شهر صحيح. لكن لو تشوف امبارح كانها واحده فعلا من بنات النادي الاهلي، الروح اللي موجوده تشجيعها وحماسها وازاي كانت بتتعامل مع الجماهير. لا امبارح كان مشهد بجد رائع جدا. ناس كتير فعلا علقوا عليها امبارح وعلى مشاركتها وعلى امكانياتها كمان ومهاراتها. يعني بنتكلم على لاعبه يعني نواد بتقول من شهر 9، يعني ما كملتش 5 6 شهور ودخلت على طول في الفورمه بتاعت النادي الاهلي وتلبستها روح النادي الاهلي وتيشيرت النادي الاهلي، وطبعا دي حاجه عظيمه جدا اكيد هنستفيد منها كتير الفتره اللي جايه. تحيه لكل اللاعبات الحقيقه اللي عملوا امبارح مباراه قويه جدا 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 في منتهى النديه، كان شوط رايح هنا وشوط جاي من هنا، واضطرينا في نهايه المطاف طبعا ان احنا نلجا الى شوط اضافي، والحمد لله لاعبات النادي الاهلي هم اللي حققوا من خلاله الفوز في النهايه. بالمناسبه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي طبعا قدم التهنئه لكل لاعبات الفريق الاول لكره الطايره سيدات والجهاز الفني والاداري وايضا الطبي بمناسبه الفوز ببطوله كاس السوبر المصري للمره الثانيه على التوالي. اشاد كابتن محمود الخطيب بالاداء المتميز لكل لاعبات الفريق وروحهم العاليه واصرارهم الكبير الواضح والملموس على الفوز واحراز كاس البطوله لاسعاد الجماهير، واشار الى ان الفوز ده اكيد هيحمل كل العناصر مسؤوليه كبيره جدا في كل ما هو قادم، وفكره الاستمرار في مضاعفه الجهد لحصد البطولات المحليه والقاريه. اكد كمان كابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيره في منظومه الفريق والاستعداد الجيد للبطوله الافريقيه القادمه، كمان هن جماهير النادي الاهلي اللي طبعا تستحق دايما الاشاده والتهنئه اللي بتمثل دائما القاسم المشترك في كل البطولات وكافه الانتصارات اللي بيحققها النادي الاهلي، وهنا بنتكلم على مستوى كل الرياضات. الحقيقه دايما جمهور النادي الاهلي واقف خلف ناديه وخلف كل فرقه الرياضيه في كل المناسبات والفعاليات الرياضيه المختلفه.